طيب تعالوا بقى نكمل كلامنا على موضوع التعليم. بمناسبة ان احنا عندنا اهتراء في منظومة التعليم، يعني الله يكون في عون دكتور طارق شوقي على معالجة هذا الاهتراء اللي بقاله سنين. في خناقة حصلت بين طلاب مدرسة خاصة ومدرسة تجريبية في الجيزة، مشاجرة كبيرة يعني الحقيقة، نشبت ما بين تلاميذ مدرسة الوسام تجريبية اللي تابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وتلاميذ مدرسة اسمها مدرسة العلا جاردن، دي مدرسة خاصة تابعة لمجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، وده بعد ما التلاميذ راحوا دخول تلاميذ الشهادة الابتدائية مدرسة العلا جاردن عشان يأدوا الامتحان في أول يوم ليهم. حررت إدارة مدرسة العلا جاردن مذكرة اتهمت أولياء أمور مدرسة الوسام ورئيس مجلس الأمنة بالتعدي عليهم بالضرب والسخرية في أثناء قيامهم بتوصيل طلاب مدارسهم، وأكد المعلمين الموجودين في العلا جاردن إن في المذكرة اللي قدموها يعني إنه أثناء أداء طلاب المدرسة للامتحانات تعرض الطلاب للضرب والركل خلال الفسحة بين فترتين الامتحان، وتم اختار رئيس اللجنة فيها. وضحوا ان هما برضو تعرضوا لاهانه وسب من رئيس مجلس الامنه بمد يعني مدرسه الوسام التجريبيه بحسب المذكره اللي احنا يعني او اللي اتقدمت، وطلبوا بتوفير الامن والحمايه للطلاب اثناء دخولهم وخروجهم من لجان الامتحانات. ليه بقى حصلت الخناقه دي؟ محدش وضح او ان هما تلم. طيب اعرف بقى ايه، نعرف ايه اللي حصل معانا على الهاتف الاستاذ محمد عبد الهادي وكيل وزاره التربيه والتعليم. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير، ازي صحتك؟ الحمد لله يا فندم. الله. طيب استاذ محمد، ايه اللي حصل ده هنا والخناقه دي نشبت ليه ما بين طلاب المدرستين بالشكل ده؟ طالبين اتخانقوا، هي مش خناقه بالطريقه الكبيره اللي هي متصوره دي، طالبين اتخانقوا واولياء الامور ومجلس الامنه حل الموضوع وصالحوا الاولاد، لان دايما لما بتبقى في مدرستين بيمتحنوا مع بعض بيبقى في الشكل العادي ان بنحاول يعني بيبقى بينهم مشاكل، لكن الموضوع عادي ومشي الحمد لله واتصالحوا الولاد عن طريق مجلس الأمنة. تمام. يعني يا فندم دلوقتي اصل بيتقال ان هم اتعرضوا لاهانات، امال هم قدموا مذكره ليه؟ اهانات وضرب وسب وركل. لا ولاد ولاد اتخانقوا عادي، بيخنقوا الولاد اتخانقوا، بيقولوا مدرسين كمان اتخانقوا. لا مفيش مدرسين ولا حاجه خالص. لا خالص. طب يا فندم انتوا بتتعاملوا ازاي مع الحاجات اللي زي كده عشان الموضوع ما يكبرش يعني؟ على طول شؤون قانونيه، بس احنا بندخل فيها. مين اللي تحول شؤون قانونيه؟ لما الطلبه طبعا المتسبب لو كان السبب في الموضوع، هو الموضوع في التحقيق، فانا مش قادر اقول لك بالظبط مين اللي هو متسبب فيه ان لسه جاري فيه التحقيق يعني. تمام؟ لكن المشكله في اي مشكله بتحصل على طول بيحصل ان بيتحول الموضوع للشؤون القانونيه، والشؤون القانونيه بتحقق في الموضوع وبتدي القرار المناسب بالنسبه له. احنا في طلاب اتفصلوا عندنا عميد في البدرشيه. عموما يا فندم، طب احنا نستاذن حضرتك وطبعا نتابع معاكم كجهه مسؤوله ايه اللي حصل في هذا الموضوع، طالما هو قيد التحقيق دلوقتي نشوف يحصل فيه ايه ونتابع يعني مع حضرتك ان شاء الله بكره نكون وصلنا لاي حاجه. شكرا استاذ محمد عبد الهادي وكيل وزاره التربيه والتعليم بالجيزه. نتمنى يعني ان الحاجات دي ما تحصلش تاني، ومش مش منطقي ان طلاب مدارس عشان هما من مدرستين مختلفين فيضربوا بعض ويشتموا بعض ويهزقوا بعض، ده مش تعليم، ده مش امتحانات، دي اي حاجه تانية غير ان هي امتحانات. ومحدش يقول اصل الموضوع صغير والعيال بيتخانقوا عشان هم عيال، مفيش حاجه اسمها كده خالص، هم رايحين عشان يمتحنوا وطلاب مدرسه، محدش قال لهم لازم تحترموا المكان اللي موجودين فيه، ولا الكلام ده موجود من الناس اللي اكبر منهم يعني المدرسين؟ يعني لسه هنعرف طالما الموضوع قيد التحقيق هنعرف. طيب تعالوا نروح